احنا نطلع نشوف تقرير انا وحضرتك عن اتفضلي جبر الخواطر من الشارع، اتفضلي ابقوا معانا. حضرتك اتفضلي. راح فين زمن جبر الخواطر يا حاج؟ لا، جبر الخواطر كان في فرق ما بين زمانه وبين دلوقتي. دلوقتي مفيش كلام من ده خالص، محدش بيسأل في حد وكل واحد بيقول يا نفسي. انقرض أسباب كتيرة، الأخلاقيات دي بداية، اتنين عدم إيمان، النفوس وحشة. كان زمان وجبر راح خلاص، كان زمن وجبر. يعني انت حاسة دلوقتي ان احنا زي الأول؟ مش زي الأول، صح؟ راح في الهوى. يعني الناس في الأول تدور على صلة الرحم، لو احنا وصلنا رحمنا هنجبر خاطر كل الناس. جبر الخاطر مش معناه ان انا اسلم عليك او اكلمك، لا، ده يبقى في موده وفي رحمه والناس ترجع للعلاقه الطيبه بتاع زمان. ربنا يخلي النت والموبايلات والحاجات اللي ما تخليناش نسال على بعضينا. الزمن ما بيتغيرش، الناس هي اللي بتتغير. دلوقتي ما فيش حد دلوقتي بيشوف حد زعلان او بيشوف حد مثلا مخنوق، ما فيش حد بيجي جنبه، كل واحد بيقول يلا نفسي. كل ده عشان بعيدنا عن الدين. يعني الناس دلوقتي بتصلي وبتصوم كده يعني مظاهر بس، انما الاخلاق اخلاق ما فيش الا بقى من رحم ربي. كنا بننزل طبق الاكل هو اللي ينزل عند الجيران يطلع فيه اكل تاني، ينزل يطلع فيه اكل تاني، ما كانش في حد بيبقى جعان. النهارده الناس بتبقى جعان، النهارده الناس بتبقى جعان. ممكن يبقى جاري جنبي ولا ليه دعوه بيه ولا ليه دعوه بيه. ده ببساطة جدا كنا بنكبر خاطر بعضينا بكلمة طيبة، بكلمة سلام عليكم. لواحد بقى صغير، لواحد فقير، لواحد ده، لواحد ده، لمجرد ما كان حد يحتاج حاجة كنا بنقول له حاضر.